هيدا الفيديو هو تيست لوايرلس كنترول ديفايس. الحلو بهيدا الايتم انه بيجي اوريدي مبرمج. الفكره منه انه نحن بس بحاجه لباور سبلاي 5 فولت بنحطهم على البن 1 و 2. اول بن هو الجراوند، الثاني هو 5 فولت، وبعدين بكون عندنا اربع بنات يلي هن الفور شانلز يلي بيمشوا على ريموت كنترول يلي بيجي معه. الفكره انه نحن وانس بنقوص على الاول كبسه بتدور اول وحده، الثانيه، الثالثه، الرابعه. هيدا اللمبة اللي عم بتضوي هون هيدا الليد هي عبارة عن انه وصل السينيال صح. اذا كان في رجفين بالليد يعني السينيال ما عم بيوصل صح. ريموت كنترول بيوصل من 50 ل 100 متر اذا ما في اي اوبستاك، واذا في اوبستاكلات نحنا جربناها بتوصل تقريبا ل 40 متر مع اوبستاك. هلا هيدا الشريط الزياده اللي محطوط هون هو الانتن. هون بيتلحم انتن بيقدر اكيد يساعدنا تنوصل لديستانس اعلى واعلى اكثر. اوكي، هيدا ايتم هو رخيص هين، بيوفر علينا شغل، ما بده حدا ضليع بالبروغراماسيون تقدر يستعمله.